خلال الفترة الماضية من 7-8 سنين، أنا فاكر 2014 خرج معتز مطر وقال إنه السيسي بيقول هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، وبيرد على نفسه بيقول لا هيعمل ولا هيخلي لأنه ما عندوش فلوس. الكلام ده إمتى يا جماعة؟ 2014. تعالوا نسمع مع بعض الفيديو ونشوف قالوا إيه وكذبوا على الناس إزاي وكانوا الناس بتصدقهم قد إيه، وفي الآخر كل كذبة كذبوها لها رد، وهذا الرد مش من عندي، رد من الواقع اللي انتوا شفتوه بنفسكم. تعالوا نشوف. في مفاجأة صادمة لي على المستوى الشخصي والسياسي، النهاردة الحكومة المصرية أعلنت أن السيسي بدأ في المشاريع الآتية: استصلاح 3 مليون فدان بتكلفة 60 مليار جنيه. وهزعل قوي، هزعل قوي من حضرتك لو كنت صدقت كلامي ان السيسي عمل او هيعمل اي مشروع من اللي قلنا عليهم دول دلوقتي. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات استصلاح وزراعة أراضٍ صحراوية بتوشكا. يتشرف مشروع مستقبل مصر بافتتاح سيادتكم له، فنرفع بسيادتكم سقف الطموح إلى عنان السماء نحو إتمام مشروع الدلتا الجديدة الذي سوف يكون بإذن الله نقلة حضارية ونوعية لمصر. إنشاء شبكات كهرباء جديدة في جميع المحافظات وحل مشكلة الكهرباء بشكل نهائي بتكلفة 40 مليار جنيه حسب كلام السيسي نفسه. وهزعل قوي، هزعل قوي من حضرتك لو كنت صدقت كلامي ان السيسي عمل او هيعمل اي مشروع من اللي قلنا عليهم دول دلوقتي. الثلاث محطات اللي احنا بنفتتحهم النهارده دول انا بعتبر ان شركه سيمنز يعني قامت بتقديم خدمه كبيره كبيره جدا لمصر. النهارده يوم للامل، يعني يوم كبير قوي للامل ان احنا قطعنا فيه شوط كبير قوي قوي في اهم عنصر من عناصر البناء والتنميه في الدوله، ان يكون عندك طاقه كهربيه وطاقه غاز تسمح لك انك انت تنمو وتتوسع، مش على قد انك انت تبقى توفر كهرباء للمنازل، لا ده الصناعه النهارده مهمه جدا جدا يبقى فيه كهرباء وكهرباء متوفره بشكل. انشاء شبكه صرف صحي كامله على مستوى الجمهوريه بتكلفه 100 مليار جنيه. وهزعل قوي، هزعل قوي من حضرتك لو كنت صدقت كلامي ان السيسي عمل او هيعمل اي مشروع من اللي قلنا عليهم دول دلوقتي. ان انا بقول لكم وبسجل معاكم يا مصريين ان بيتعمل دلوقتي اكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مية الصرف والتحلية. احنا بنتكلم في ارقام كبيرة جدا، احنا شغالين في الموضوع ده، والمية اللي هتنزل هتتعالج معالجة ثلاثية تخلي المية اللي نازلة دي مفيش فيها أي مشكلة على صحة المواطن المصري، والحمد لله ده تحقق. لكن احنا شغالين دلوقتي في برنامج أنا أعتبره هو الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخنا لمعالجة المية في مصر. إنشاء 500 ألف وحدة سكنية للشباب والفقراء بتكلفة 25 مليار جنيه. وهزعل قوي، هزعل قوي من حضرتك لو كنت صدقت كلامي ان السيسي عمل او هيعمل اي مشروع من اللي قلنا عليهم دول دلوقتي. كل مواطن، معلش يا دكتور مصطفى، هيطلب شقة هنديها له. كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديها له. دي عينة من هذه الدعايات السوداء اللي كان بيدعوها هؤلاء، وللأسف لقوا ناس تسمعهم ولقوا ناس تصدقهم ولقوا ناس بتستمر في إعطائهم أذنهم وعقولهم يعبثوا بيها. لكن بقول تاني إنه الرد واجب، وإحنا الحمد لله في هذا المكان بنرد دفاعا عن البلد، بنرد دفاعا عن ما نراه حقا، مش بنرد بالباطل، ولا إحنا أبواق، إحنا عقول تفكر وقلوب تنبض قبل أن تنطق بكلمة واحدة.